أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الإخوة الحاضرين أو القائمين لهذه الدورة المباركة أولا ثم نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وبعد ذلك نحن نتدارس معكم في هذه الرسالة اللطيفة المباركة بإذن الله تعالى وهي الواجبات المتحتمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المولود سنة 1115 محمد بن عبد الوهاب ولد عام 1115 هجري وتوفي رحمه الله عام 1206 هجري رحمة الله عليه رحمة واسعة والذي جمع كلامه وهو عبد الله القرآوي وهذا عبد الله القرآوي هو كان شيخا لحافظ الحكم أساكم تسمعون حافظ الحكم وهو الذي جمع هذه الأمور أو هذه الفوائد الواجبات التي يجب على المسلم والمسلمة أن يعرفها وأخذها من كلام الشيخ الإسلام محمد ابن الوهاب التميمي رحمهم الله جميعا فقال رحمه الله يعني عبد الله القرآوي قال الحمد لله نحمده أولا قبل هذا نحن نسير على طريقة التعليق ليس طريقة التفسير ما معنى طريقة التعليق أي نحن نقرأ مجموعة أو قطعة منها ثم نعلق يعني نذكر الفائدة فيها فقط لأن هذه الأمور كلها أنتم تعرفونها فإذا أردنا التفسير كلمة بكلمة هذا يأخذ منا الوقت وليس وراءه عرب يعني وليس وراءه فائدة ولذلك نقرأ والمراد منها نذكر ونمشي فهمنا؟ طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف خطبة الحاجة ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بدأ الخطبة أو الخطاب أو النكاح أو أي كلام من سنته كان يبدأ بخطبة الحاجة ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله كتب كتابا وسماه خطبة الحاجة خطبة الحاجة هذا من فوائده أنه جمع الحمد لله والشهادتين وطلب الاستغفار من الله والاستعانة منه هذا كله يفهم من هذه المقطع التي تم قراءتها وكذلك فيه الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك تنزيه الله من الشرك والند وهو في قوله تعالى أشهد أن لا إله وهو في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله هذا إثبات التوحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هذا نفي ضده نفي الضد وهو الشرك وقال قائلهم بضده تتميز الأشياء فإنه لا صلاة أو أما بعد
أما بعد يقال له كلمة الفصل كلمة الفصل أو كلمة الخطاب عندما يأتي الإنسان يريد أن يدخل في صلب المولود أو في صلب الموضوع يقول أما بعد. وقيل أول من قال هذا قيل داود وقيل هذا ما يهمنا الذي يهمنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه ولا لا أمرنا باتباعه إذن نحن أيضا نتبعه فيما أمرنا به وهو أن نقول في كلامنا أما بعد. فإنه لا صلاح للعبد أبدا صلاح هذا سواء كان دنيوي أو أخروي للعباد جمع عبد ولا فلاح ولا نجاح. الفلاح والنجاح يعني مترادفان. وقيل المراد بالفلاح وهو ما يكون فيه خير الدنيا والآخرة والنجاح قد يكون إما في الدنيا أو في الآخرة فقط. وقيل بمعنى يعني بمعنى واحد ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين للعبد ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. من خزي الدنيا وهو أن تكون مشركا والعياذ بالله وأن تموت على الكفر والبدعة والخرافات هذه كله من خزي الدنيا. أما كونك لا تجد ما تأكل أو لا تجد ما تلبس أو لا تجد ما تسكن فيه هذا لا يسمى خزيا أبدا. لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين ما كان عنده بيت ولا زوج ولا إيش ولا طعام ولا شراب. لكن سبحان الله لما كان مع الله وعمل عملا صالحا الله آتاه هذه كلها أليس كذلك؟ لكن بعد دعائه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أعطاه دار ما شاء الله المرعى جاءت إلى بيت أبيه وأعطاه الزوجة وأعطاه فلوسا كثيرا هكذا نريد فلوسا كثيرا. هذا كله بعدما دعا ربه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى له أيضا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا فقط لا واجعلوا بيوتكم قبلة. الله أكبر. لا بد. إذن أول شيء يبدأ به الإنسان وهو المكان الذي يسكن فيه ثم هذا المكان الذي تسكن فيه تجعله مكان عبادة. ولذلك لو أخبرك أحدا أنه وجد مكانا ليسكن فيه كله جعله الله مكان عبادة أو مكان عبادة. لماذا؟ لأنه إذا لم يعبد الله فيه فأصبح عليه تيرة. ما معنى تيرة؟ يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو عفى عنه والعياذ بالله. أن نكون ممن أعطي خزيا في الدنيا وعذاب الآخرة. وعذاب الآخرة أيضا من خزي الآخرة ويبدأ منذ متى؟ منذ الموت. ولذلك يقال من قام أو من مات قام قيامته. إذن الدنيا أو دنيا نهايتها الموت الآخرة بدايتها الموت. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة آمين. قال لا يمكن النجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم أول مفروض على الإنسان وهو التوحيد. والدليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أول أمر وأول مفروض على الإنسان. لو قرأت القرآن من الفاتحة إلى أن تصل يا أيها الناس لا تجد مكانا فيه أمر وإنما كله ليس فيه أمر إلا في هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن أول أمر مفروض على الإنسان وهو التوحيد وأول نهي جاء في القرآن وهو الشرك. ولذلك يقول صاحب الكتاب المختصر عند المالكية يقال له الأخضر لعبد الرحمن الأخضري قال أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. نعم يقول أول بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به والعمل بهذا
وهو الأمر الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى له والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم وأخذ عليهم الميثاق به والدليل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا وإذ أخذ الله وإذ أخذ الله ميثاق لا 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 وأشهدهم على أنفسهم يا وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذن قال وأخذ عليهم ماذا الميثاق به وبه حقت الحاقة المراد بحقت الحاقة أي القيامة أحسنتم ووقعت الواقعة لأن وقوع الواقعة يكون متى بعد الموت نعم وفي شأنه يعني في شأن ماذا التوحيد نسبت يعني وضع الموازين يوم القيامة يكون لثلاثة أشياء الموازين يضرب ليوم القيامة لثلاثة أشياء أولا للصحف الصحف يوزن ثانيا الأعمال يوزن ثالثا صاحب العمل يوزن هذا كله عليه دليل ولكن لا يمكن أن نأتي به كلا لكن فقط نوتي أن صاحب العمل يوزن وهو حديث عبد الله بن مسعود لما كان الصحابة أو المنافقون كانوا يضحكون من ضيق ساقه أن ساقه صغيرة ليس دبة وهو ليس إنسان يعني ضخمة لأن رجله رجل صغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من ساقه والله لو وضع السماء والأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم ووضع ساقه على ماذا على قفة مالت بهن ساقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن صاحب العمل يوزن يوم القيامة ولذلك لو رأيت إنسان هو أضخم واحد في الدنيا وأطول إنسان في الدنيا ويعني رأسه كهذا المسجد هذا ليس بشيء أهم شيء وهو أن يكون عنده شيئين مهمين وهو أن الإنسان بأصغريه وهو اللسان والقلب الإنسان إنما الإنسان بأصغريه يعني لسانه وقلبه فإذا صلوات خلاص أنت إنسان مئة مئة وإن كان البنغالي يقولون ما في إنسان مئة مئة بس الله بس مئة مئة نعم لكن أنت تكون قريب إلى مئة وإن لم تكن مئة نسأل الله أن يرزقنا لسانا صادقا وقلبا ذاكرا قولوا آمين نعم وتتطاير الصحف يكون سببها إما صحفك يعني أعمال الصحف يوم القيامة يكون ثقيلا أو يكون خفيفا لأجل هذا التوحيد وفيه تكون الشقاوة والسعادة فريق في الجنة وفريق في السعير هل هؤلاء فريق في الجنة هم أهل الشرك والبدع أبدا إذن هؤلاء أهل النار هم لا شك أنهم أهل الشرك والكفر والنفاق والبدع ولا لا بلى هم نعم وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار يعني النور الذي يكون للإنسان يعني به على الصراط وعلى المشي إلى ماذا إلى القنطرة نسأل الله أن يزيد لنا نورا في ذلك اليوم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم وذلك الأمر هو معرفة الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته أولا توحيد الألوهية ما هي توحيد الألوهية هي توحيد الله بأفعال العباد صحيح توحيد العباد توحيد الألوهية وهي توحيد الله بأفعاله ولا بأفعال العباد بأفعال العباد أحسنتم الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد أما توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق وما شابهه
wa asma'ihi wa sifatihi. Min asma'illahi wa sifatihi ma huwa mukhtassu bihi la yajuzu lil insani aw al mala'ikati tasammi bihi. Wa min a'zam dhalika Allah. Allah. Wa lidhalik qala Allah ta'ala hal ta'lam lahu samiyya. Hal ra'aita insani yuqal lahu Allah? Abadan. Hal ta'lam lahu samiyya. Idhan hadha at-ta'rif. An-nas kanu madha? Kanu ala hadha yaqulu هذا تفاقم يعني تكاثر جدا في الناس وعدم وكذلك وتلاتم موجم الكفر يعني الكفر يأتي من هنا ومن هنا والشرك كذلك يأتي من هنا حتى أصبح كالموج يتلاتم بعضها بعض يعني كأن الناس كلهم متفقين على ماذا على الكفر والشرك لا ينكر أحد أحدا لا ينكر أحد أحدا عن فعله الشرك والعياذ بالله نعم ما موج الكفر والشرك في هذه الأمة وجسم ولا وجسم نعم في هذه الأمة وجسم يعني وكبر أو كبر فيه وتمست الآثار السلفية ومحت تمحت يعني محت أو نسخت آثار السلفية في وقته ما هي آثار السلفية هي العقيدة هي العقيدة هي العقيدة والسنة نعم وأقيمت البدعة الرفضية والعمور الشركية يعني جاء مكانه ماذا الشرك وماذا الرفض والرفض المراد به ماذا الذين عبوا بإمامة إمامين الذين لم يقبلوا إمامة الإمامين اسمع لو سمعت في أو لو قرأت في كتب العقائد قالوا الإمامان المراد به المراد به أبو بكر وعمر ولو رأيت في كتب الحديث قالوا لك إمامين المراد به بخاري ومسلم هذا هو الفرق فهمنا كتب العقائد لو رأيت فيه يقول هؤلاء لم يرضوا بإمامة الإمامين المراد به أبو بكر وعمر أما كتب الأحاديث لو رأيت فيه قالوا هذا قال به إمامان أو روى به إمامان المراد به بخاري ومسلم هذا لا تراه في الكتب وإنما يؤخذ من أفواه المشايخ أنا لست شيخا وإنما أعني أننا أخذناها من أفواه المشايخ هذا لا يمكن إلا أن نكون جالسين عندهم ونتدارس أو نأخذ علمهم وإلا لو أخذت الكتاب لا ترى هذا انتبه ولذلك لا بد أن نجلس إلى المشايخ وعندنا المشايخ هنا ولا ما في موجودين أنا لست منهم أبدا بل أنا أمثالكم فقط نتدارس ولذلك بعض الأمور لا تراها في الكتب وإنما يؤخذ من أفواه العلماء المشايخ الأجلاء الموجودين في السعودية أو في هنا أو في مصر أو في أي مكان على كل حال أن يكونوا راسخين في العلم هؤلاء الذين يرجى يعني سلامة علومهم وكذلك سلامة اعتقاداتهم وكذلك سلامتهم من ماذا؟ من اتخاذ الحدود النفسية لا يغضبون لأجل أنفسهم وإنما يغضبون لأجل الله نعم لأجل الله نعم والعمور الشركية هذا كان موجود في هذا المكان إلى أن أراد الله تعالى إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونفي الشبهات والجهالات وتصديق ببشارة رسول رب العرض والسماوات أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا كله دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ومن ذلك المجدد محمد بن عبد الوهاب انتبه يقول من يجدد لها دينها ولا يعني أنه يكون نبيا كما يقول هؤلاء الكفرة كما يقول هؤلاء الكفرة الأحمديون القاديانيون الكفرة فمن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم على أنهم أخذوا هذا الحديث والحديث صحيح والاستدلال عندهم باطل على أنهم قالوا أن هذا الحديث معناه لكل مئة أو بعد كل مئة يأتي النبي هذا كذب في كذب لا صحة لها ولم يسبق إليهم أحد إلا
يعني إلا كيف أقول إلا دجالهم دجالهم الذي يسمى ميرزا أحمد غلام آمله الله بما يستحق. نعم هذا كله يعني تفسير باطل من عندهم الذي عند أهل السنة والجماعة أنه يأتي من يجدد دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني أنه نبي بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا النبي ولا نبي بعدي ولا نبي بعدي. نعم على يد من على يد من أقامه على من أقامه هذا المقام ومنها ومنحه جزيل الفضل والعنان وهو من محمد بن عبد الوهاب أعني به الشيخ الإمام يقول يريد بهذا الكلام شيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع لهدي سبي أو سيدي الأنام وهو كان يتبع السيد محمد أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدي المراد به طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله المنافه عن دين الله تبارك وتعالى في كل مقام يعني الذي ينفي يعني الباطل والشرك أنما يعني علق عن دين محمد عن دين الله تبارك وتعالى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المعاد المعاب يعني المرجع وضاعف له الثواب ما من ضاعف له الثواب يعني ما من كثر له ثوابه في الدنيا قبل لا في الآخرة. نعم فدعا إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا عن محمد بن عبد الوهاب وسرا وجهرا نعم كان يدعو الناس إلى هذا. فهل هو أول من قام بدعوة الناس سرا وجهرا وليلا ونهارا؟ أبدا بل كان قبله أناس وكان قبله الأنبياء منهم محمد صلى الله عليه وسلم منهم نوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه ليلا ونهارا إني دعوت قومي ليلا ونهارا لكن ما الفائدة ولم يزدهم دعائي إلا فرارا نعوذ بالله من حال هؤلاء الذين يفرون من قول الأنبياء وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم ليلا ونهارا وأقام بأمر الله في الدعوة يعني كان يستدل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما هاب أحدا به ولا دارا ما هاب يعني لم يلعب مع أحد في هذا الدعوة يقول ما دام هؤلاء أنا أعرفهم قال لي أنا أماشيهم يعني أداهنهم أبدا وإنما هو مستمسك على الحق مستمسك على الحق وكذلك ليس عنده مداراة. طيب الفرق بين المهاباة وبين المداراة والمداهنة المداهنة تكون على حساب الدين والمداراة تكون على حساب الشخص على حساب الإنسان. مثلا أنا لو جيت هنا يعني يعطى لي يعني خبز طيب أنا قلت خلاص ما دام أنا لم أعطيه للأخ خبزي هذا يقال له مدارة هذا ما في مشكلة. أما المشكلة وهو المداهنة وهو أن تترك حق الله لأجل شيء من حظوظ الدنيا يعني يكون على حساب الدين. هذا الذي أراد الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا يعني أرادوا لو تدهن يعني لو تعتزل عن حق الدين فيدهنون عن حق الشرك أو عن حق ماذا أصنامهم. فهل يساوي هذا الشرك أو هذا أو هل يساوي الشرك مع التوحيد أو بالتوحيد؟ أبدا ليس بينهم مقارنة فضلا أن يكون بينهما التساوي. نعم نعم فعظم على الأكثريين فعظم على الأكثريين ونفعوا وأنفوا استكبارا يعني وكان في يعني دعوته أن الأكثرين يعني انتفعوا بدعوته وكذلك بعدهم يعني فروا. لماذا فروا؟ استكبارا وعلوا في الأرض ولم يقبلوا دعوته. إلى يومنا هذا الناس هكذا منهم من يأخذ الحق عندما يأتي مباشرة ومنهم من يتردد ومنهم من يرفض ومنهم من يقاتل أولا ثم يأتي. هذا من يعني من سنن الله الجارية على عباده.
نأتي إلى مثال ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في أهل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام فكان منهم من أجابه مباشرة، منهم أبو بكر وخديجة، ومن نهى نهوهم، ومنهم من تردد ولم يقبل مباشرة، من ذلك عمر ومن صار نهوهم، ومنهم من هارب أولا، هارب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله وقالوا، ومنهم أبو سفيان ومن صار على نهجهم هكذا يعني سنة الله الجارية. نسأل الله أن يجعلنا من فرقة عمر، من فرقة أبو بكر من فرقة أبو بكر، عندما يأتي الحق نقبلها مباشرة، ونسأل الله الثبات عليها. قولوا آمين. نعم. ولم يثنه ذلك على أمر الله، عن أمر الله حتى قيد الله له أعوانا وأنصارا. لم يجعل هذا الثناء أن يترك عن قيام أمر الله تبارك وتعالى والدعوة إليه، وإلى أن جعل الله له يعني أعوانا الذين يساعدونه، وأنصارا الذين ينصرونه فيما هو عليه. فرفعوا ألويته وعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشارا، يعني إلى أن يعني انتشر دعوته ورفع أعلام الدعوة المحمد أو دعوة محمد بن عبد الوهاب، ما يسمى دعوة التوحيد، إلى أن انتشر في الأماكن يعني مختلفة. وصنف رحمه الله التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، له للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو فرد في معناه يعني في بابه، لم يسبقه إليه سابق ولا لاحقه فيه لاحق. هل معناه ولم يسبق إليه سابق أنه لم يكتب أحدا في كتاب التوحيد إلا وهو؟ لا، وإنما لم يأتي أحدا فوائد كثيرة جمة مثل ما جاء به محمد بن عبد الوهاب، وإلا سبق من كتب كتابا يقال له كتاب التوحيد، ولكنه لم يبلغ مما بلغ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الفوائد والبركة والنفع وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا من كتبه الأصول الثلاثة، وكذلك وكشف الشبهات، وغير ذلك من المصنفات النافعة التي له رحمه الله رحمة واسعة. والأهمية التوحيد وإذا مشعنه طلب مني بعض إخواني في الله تعالى، هذا دليل على أن الأخوة تكون لله وفي الله، ولذلك قال بعض إخواني، ولم يذكر من عينهم ولماذا لا، وإنما ذكر بعض إخواني في ماذا؟ في الله، ليس في النسب ولا في القبيلة ولا في الدولة ولا في الجنسية ولا في أي شيء، وإنما في الله. هذا دليل على أنها أرى ماذا؟ أرى الإسلام. نعم. أن أجمع متنا مختصرا فيه فيما يجب أن يعتقد وبه، يعني طلبوا منه لمن؟ لعبد الله القرآوي، أن يجمع له مما يعتقد أو مما يجب على المسلم أن يعتقد به وبه يعمل، وكذلك يعمل به ومنه يتعلم، يسهل على طالب المبتدئ حفظه أيضا، يكون لمن بدأ العلم يعني يساعده على ما أو يسهله حفظ العلم له، وكذلك ولا يستغني الراغب المنتهي عن فهمه، حتى العلماء يستفيدون من هذا الكتاب. يقول فيسر لي ربي تبارك وتعالى، الله سهل له تبارك وتعالى ذلك. نعم. يا سلام. وفيه عن غيره فلله الحمد على ذلك، يقول الله سهل له يعني يسر له أن كتب في هذا الكتاب أو جمع للطلبة المبتدعين وكذلك المنتهين الذين يفهمون أو يستفيدون منه إلى أن تم له هذا وغيره. يقول فلله الحمد على ذلك وغيره من المتن أو من المنن، لا أحصي ثناء عليه وأسميته يعني سميته الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلم، يعني الأمور الواجبة على المسلم الذي من الحتم أن يعرفها كل مسلم وكذلك مسلم. وجمع بعد ما قال فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهذا مقدمة لمن؟ للكاتب، وهو
Abdullah al-Qar'a. ولذلك قال أسأل الله تعالى أي يجعله خالصا لوجه الكريم. وهذا مهم, وهذا مهم فيه دعوة إلى تصحيح النية وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات, وهو ينفعه بعد الموات, لأننا لما قرأنا هذا وقلنا رحمة الله عليه رحمة واسعة, وكل من قرأه أو سمعه أو نظر فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ذلك نعم قال ذلك وعمله الفقير إلى عفو ربه, وهو عبد الله القرعاوي رحمة رحمه الله رحمة واسعة, أو محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة. هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.